اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه الفقره اللي جايه دي فقره مختلفه وغاليه كلنا على قلوبنا، يعني ان شاء الله هينورنا فيها الفنان احمد السلكاوي. والحقيقه انه هو واحد من الفنانين اللي دايما بيحاول يقدم يعني شيء يسيب بصمه واثر مع الناس، بغض النظر عن انه كان بطوله او ترند، او يعني اعتقد انه مش مهتم قوي بمساله الترند والسوشيال ميديا والكلام ده، لكن قدر انه يحجز مكان خاص في قلوب الناس. ومن البدايه هو ليه بدايه مختلفه، هو مدرس اصلا ودلوقتي مدير مدرسه، فاحنا هنعرف الكواليس والموضوع ماشي ازاي ما بين المسرح والدراما والتلفزيون لاداره المدرسه. نقدر كمان ان احنا نتكلم معاه اكتر عن الاعمال الخاصه برمضان اللي فات، وكمان دلوقتي هو بيقدم مسرحيه طيب وامير، فهنتكلم معاه اكتر ونشوف ايه كل الكواليس اللي بتحصل في المسرحيه، خصوصا انها عامله ردود افعال كبيره مع الناس. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا النهارده. اهلا بحضرتك يا استاذه هدير، ومتشكر قوي على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه عني. منور الدنيا. انا مش عارف ابدا منين. خدت بالك ان هو قال لنا اساتذه؟ يعني هو قال لك يا استاذ كده هنبقى كتير بقى. حبيبي وصديقي، وانا بصي من عشاقه اي مسرحيه استاذ احمد بيعملها. ما تيجي نقول احمد وسام؟ احمد. انا عايز اقول كده. ابو حميد اي مسرحيه بيعملها احمد انا من عشاقه، اذا كانت بقى كوميدي او تراجيدي. الحمد لله. حاجه مش عارف اسال ايه ولا ايه ولا ايه، بس تعالى نسال اخر حاجه اللي احنا لسه بنتكلم فيها قبل ما نسجل. موضوع يا ابو حميد ان انت مدرس وبتحب الفن وبتمثل وبعدين ما زلت مدرس. وربنا بيكرمك واحده بواحده في الفن وما زلت مدرس لغايه لما. ايه سر انك محتفظ بمهنه التدريس الى ان اصبحت مدير مدرسه بسم الله ما شاء الله بجانب الهوايه بتاعتك اللي اصبحت احتراف دلوقتي؟ طبعا الاول احنا يعني عشره عمر. وكل الكلام الجميل اللي انت بتقوله سامح يعني على راسي من فوق يا استاذ سامح. يا سامح. وكل مره انت بتحضر او يعني انا يعني بتشرفني بحضور اي حاجه من اللي انا بعملها دي، حاجه بالنسبه لي بتبقى يعني شهاده. انا اشتغلت مع مساعد مخرج يا جماعه. يا اشتغلت مع احمد السلكاوي مساعد مخرج، حاجه عظيمه. كان في الاوبرا. وقد ايه شفت في عينيه حماس منقطع النظير للطلبة بتوعه بصراحة. الحمد لله. وهي طبعا موضوع الفن والتدريس أنا بشايف إن هما وجهان لعملة واحدة. يعني الفن بيحاول يوصل رسالة معينة أو يوصل إحساس أو يوصل شعور أو يوصل اللي بيكتبه الكاتب والمؤلف واللي بيحاول يطلعه المخرج وفريق العمل عشان يوصل للسادة المشاهدين. فإنك تكون مقنع في التمثيل فده في حد ذاته تحقيق الهدف المرجو من يعني تحقيق الهدف. اللي بيدور حواليه العمل الفني. الفن التدريس برضو نفس المنطق منطقي انا يعني هو انا بحاول اوصل معلومه للطالب او بحاول ان انا ادخل في دماغه منهج ممكن يكون مثقل بالمعلومات الدسمه وكذا. لازم يبقى في طريقه للتوصيل، والطريقه دي بتخليني انا اعمل العيب وحير عشان في نفس الوقت هو يستمتع بالمعلومة وفي نفس الوقت يوصل وينجذب ليها. فهو التمثيل مع اختلاف طبعا الطرح اللي بتقدمه مهنة التدريس او مهنة التمثيل. حضرتك درست مواد ايه؟ هو انا يعني بعسل العسليات. عسل العسليات فزوره، يبقى مدرس ايه؟ انا عسل فعلا. مش انا عسل يعني، بس انا كنت بدرس في انا مواد بدرس مواد فنيه زراعيه خاصه بالتعليم الفني الزراعي. يعني بتحمل اي يعني اي نوع من المواد دي زي نحل العسل، تربيه نحل العسل، انتاج وخدمه الحاصلات البستانيه مثلا. درست حاسب الي، يعني درست انجليزي كمان، يعني كلها حاجات خاصه بالزراعه يعني. يعني فمتاح لي ان انا اعمل اي حاجه في المنظومه دي بتاع التعليم الفني الزراعي يعني. ده تخصص بتاعي. طب يا ابو حميد، لو حد من الطلبه عندك جه وقال لك انا عايز اعمل مسرحيه وحاجات كده، انت بتقعد تقول له بس خلي بالك من المذاكره والحاجات وبتنهاره في الموضوع ده، ولا بتوزنها ازاي؟ لان دايما بنقعد نقول لاولياء الامور يعني يسيبوا اولادهم، ولا وجهات نظر مختلفه من ولي الامر او الطالب. فانت واقف في انهي منطقه معاهم؟ انا واقف في صف الطالب.
اولا ان الطالب لازم يكون مستمتع بالحضور للمدرسه، مبسوط. يعني انا صادفني طبعا على مدار سنوات عملي في وزاره التربيه والتعليم، وحتى الان يعني انا من 26 سنه تقريبا يعني في المجال ده، فشفت تاثير الفن على الطلبه، شفت ان هو بيرقى بسلوكهم، بيسمو بيهم، بيخليهم يدفعهم ان هم يحضروا، يمنع الغياب، يخليهم يدوروا على ان هم حابين يجوا المدرسه. يعني انا كان ليا تجربه بعتز بيها جدا، يعني تجارب كتير قوي في مجال المسرح المدرسي وانا كنت بعمله على سبيل يعني هوايه برضو، حتى لان انا مش متخصص مسرح مدرسي، يعني مش اخصائي مسرح، فكنت عشان انا فنان يعني او اعتبر نفسي فنان، فكنت بحاول يعني اجيب الحاجه اللي عندي بره ادخلها في التدريس وفي مع الطلبه، وكان ليا تجارب اثبتت نجاحها بشكل ساحق. يعني طلبه تغيرت حياتهم 180 درجه، يعني من الفشل الذريع الى النجاح المبهر المفرط اللي هم كملوا دراسه بعد كده ووصلوا لمراكز، يمكن بقوا خدوا مؤهل دراسي اعلى مني حاليا يعني دكتوراه وماجستير وحاجات كده يعني. فكان ليا التجارب ديت وبعتز بيها جدا. فانا شايف ان الفن والمسرح المدرسي مهم جدا 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 في تربيه الطلبه وتوعيتهم ودفعهم شخصياتهم وتنميه شخصيتهم كمان. وكمان انا لما بيجي لي حد من الطلبه او حد او طالبه لما كنت في المدرسه المشتركه دي تقول لي انا عايز امثل او عايز، اول حاجه انصحهم القرايه، لازم طبعا نقرا كويس جدا، ولازم نطلع بشكل كبير على كل المسرحيات. ايه نقرا مسرح اولا يعني. تعال نقرا مسرحيات، هات كتب توفيق الحكيم، انزل سور الازبكيه، انزل دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير في زماننا دلوقتي، اونلاين خش نزل حمل اقرا فتح المدارج بتاعتك، وبعدين احضر مسرح اتفرج. صح. ودي اهم حاجه عشان الممثل اساس اي ممثل، وانت استاذ كبير ويعني حبيب نجم كبير جدا حبيب. ساطع يعني، وعارف ان ده اهم حاجه في الممثل، ازاي يعني ادوس خشبه المسرح عشان ابقى ممثل. فتعال نتفرج الاول، تعال نتابع ايه العروض اللي بتقدم في مسرح الدوله، لانها بتقدم بطريقه شيك ومحترمه ومناسبه لكل افراد الاسره. تعال نشوف المسرحيات المحترمه يعني الكويسه اللي هي فيها مسرح الدوله الحقيقه كمان بيقدم مسرحيات في منتهى الجمال طبعا. وما تتقدمش غير في مسرح دولة طبعا. خلي بالك طبعا. وبأسعار زهيدة طبعا. زائد ان في بيبقى اشتراك للطلبة يا احمد تقريبا اشتراك للطلبة على مدار السنة يحضروا كل المسرحيات اللي هم كارنيه كل المسرحيات بأسعار زهيدة جدا والف مبروك. طيب والله يبارك محققين نجاح كان مشرفنا هنا الحمد لله، محمد جبر مخرج العرض وياسر الطب مدير المسرح دفعة برضه يعني. فالف مبروك الكومبليتات وكامل العدد حاجة مبهرة يا احمد الحمد لله. جدا الحمد لله. انت شايف النجاح ده سببه ايه؟ سببه الإصرار والتركيز، العمل الدؤوب، البروفات، يعني الحب قبل أيوة. كل حاجه لسه الحب. كنت هقول لك انت نسيت اهم حاجه، اهم حاجه طبعا، وده اللي واضح. الحب للمهنه والحب للكرو. الكرو عامل قلق مع بعض حتى في الانترفيوز وكده انا خدت بالي انه معظم الناس بتتكلم عن بعض، عن ادوار بعض يعني بالزبط. سامر فرج وهشام اسماعيل كل الناس بتتكلم طول الوقت على كواليسكو، على شكل الشغل عامل ازاي. الحمد لله ان ده حاجه بتجمعنا، واهم حاجه في اي عمل ناجح هو ما وراء العمل كواليسه. لو الكواليس بالعربي كده او بالبلدي كده زي ما بنقول صافيه، والناس ما فيش في قلوبها ضغائن او تنافس او بتاع، احنا كل واحد عارف منطقته وعارف مكانته وعارف هو فين وجاي منين وبيقدم ايه، فما فيش مشكله، ما فيش تنافس يعني، احنا بنكمل بعض. والمسرح عمل جماعي، لو عنصر فشل او ما كانش على نفس المستوى الليفل بتاع كل الممثلين صح، بقيه المسرحيه كلها هتفشل. صح. فلازم كلنا نبقى في نفس الليفل يعني، بالناس بدرجات متفاوته طبعا. مع انت لسه عامل فيديو، انت مصور فيديو لتامر فرج وعمرو رمزي هم بيصوروا يعملوا دعايه للمسرح. الحاجات دي حلوه جدا، الكواليس دي لطيفه جدا ودعايه غير مباشره. بس انا عايز اسالك على حاجه يا ابو حميد. اتفضل. المزج ما بين انك مدير مدرسه وشخصية المفروض يعني
جامده وحازمه طبعا علشان الاداره لازم تمشي كده، وانك تروح تعمل كوميدي وكوميدي ايه يعني، كوميدي حتى نخاع، انت بتحس ان الكوميديا هي متنفس ليك طبعا، ولا انت يعني بتعملها ازاي يا احمد دي؟ هو طبعا كل مجال لازم يبقى فيه، اي مجال لازم يبقى فيه يعني بالانجلش يعني سنس اوف هيومر يعني. عارف انا انجلش شرب الاجابه على ازاي يعني يبقى فيه احساس انك تبقى لطيف يعني، ومش مدعي يعني، انت مش لطيف بتحاول تتصنع ان انت لا، هو ربنا بيجعل فيك القبول ده يعني او النقطه دي. فمفيش اداره بتتم بالصرامه الشديده ولا بالحزم المفرط دوت، لا لازم يبقى فيه برضو روح يعني روح بالظبط. والمدير الكفء يعني شايف من وجهه نظري يعني المحدوده يعني هو اللي بيبقى وسط المجموعة، ما هوش يعني رئيس عليهم أو بتاع، لا هو بياخد أراء الناس كلها، عنده بياخد فيدباك من كل الناس، لو خد قرار محدد مثلا بشأن طالب أو بشأن حاجة في الشغل أو أي مدير، مش لازم بس في التدريس، ولازم الفيدباك ده يتجمع في الآخر إن هو بياخد القرار، هو اللي بياخد القرار، بس بيبقى فيه مرجعية سنداه ورا كده ان الناس دي موافقة وهي ادلت دولها بدلوها في القرار ده، فهيبقى يتقبلوه بصدر رحب وهيقدروا يشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا في الاخر منتج كويس.